اعتبار خاص. لهذا اعتبر المجلس هذه الفئة المميزة، هذه الفئة لا بد من الحرص على الاهتمام بها وتمييزها عن باقي الفئات. فحرص المجلس العلمي المحلي للعرائش ضمن توجهاته الاستراتيجية إلى المغاربة المقيمين بالخارج ما يستحقونه من العناية والاهتمام. فكان هذا اللقاء تواصلي تشاوري بخصوص مقترحات أنشطة خاصة بأيام المهاجر التي من المزمع تنظيمها في السنة المقبلة بحول الله. وكانت لقاءات مثمرة في الحقيقة، اكتشفنا منها مجموعة من الأمور وحملنا مجموعة من المسائل والرسائل. كذلك التواصل ديال المجلس مع الجالية كانطلاقا من الحفلات ولقاءات تواصل كان كينطبق باستمرار كل سنة، وآخرها كان حفل السنة الفارطة واللي كان ضمن فعالية أو سبق المهرجان الخامس القرآن الكريم. كذلك اللقاءات تكون مباشرة مع المهاجرين، والحمد لله عندنا تواصل مع مجموعة منهم الأستاذة فاطمة كرمون معالجة نفسية بريطانيا، ومع مجموعة آخرين أساتذة جامعيين وغيرهم، واللي في حقيقة التواصل معهم كان مثمر بإنجاز مجموعة من المشاريع بالمدينة الهادفة والتي يعني ليس من ورائها نفع مادي للأفراد بقدر ما هو نفع خاص بالمدينة وأبنائها. كذلك التواصل المجلس كان طبعا عن طريق البعثات اللي كتبعتها الوزارة باختيار مجموعة من الأئمة والوعاظ والواعظات والمشفعين خاصة بالمهاجرين من غير وزارة الهجرة، من غير مؤسسة كرسي 13، مؤسسة خاصة بالمهاجرين. فاحنا بغينا نتواصلوا ونتفاعلوا، وإذا قدينا على شي حاجة نعملوها على جدة. أنا غير سمحوا لي نزيد كلمة واحدة، عجبتني المبادرة ديال فيدرالية المساجد المسلمين في مدريد، المبادرة اللي دايرينها ديال المدرسة، أطفال كيقراو في التوحد وما شاء الله عليهم، يعني كما كنقول والديهم حازين الصباط معاهم. وكاين الغريب أن كتلقى أم بريطانية رحلت من لندن حيت راجلها مغربي، ما لقاتش مع شنو مدرسة ساكنة بريطانيا، ما قريبا لهاش المدرسة ديال المغاربة ولا المسلمين، وجات من لندن مسكينة 3 سنين في مدريد وكتجي 40 كيلومتر لهاد الفويلة برادة باش غادي يقراو العربي. خصو يتعدل سنة قبل من هذا، وداك الشيء خصو يترجم باللغات، يعني بالإنجليزية والإسبانيولية والفرنسوية. لا دابا مزيان، دابا هاد النقطة حنا اللي باينينها هي التوقيت اللي اختاروه بالنسبة للجالية. يعني واخا نتواصل إن شاء الله مع الفيدراليات، مع تجمعات المسلمين ديال المغاربة، مع جمعيات المغاربة اللي تما، عقول أنا مثلا شنو التوقيت اللي بالنسبة لكم نتوما كتظنوا مثلا مناسب، مثلا بحال واحد النسبة ديال 70% من المغاربة كيقدروا يدخلوا فيه المغرب، شنو التوقيت؟ 70% من المغاربة إلا شفتوا، يعني حنا كنشوفوا الأخبار، يعني أغلبية الناس كيجيو من 12 في شهر 7 الفوق، ياك؟ يعني حنا بالنسبة للناس لندن المدارس كيتسالوا لنا تما نهار 20 ولا 21 6 لا 7 7 27 7 شي مرات 18 19. وحنا عندنا واحد المشكل كبير في بريطانيا دابا، عارفوا حيت المغاربة قبل كانوا كيخرجوا ولادهم من المدرسة باش يجيو، علاش؟ ملي كتقول رخيصة لا حتى الوان، الواحد عنده أسرة راه ماشي ساهل باش تجيب 3 4 5 ديال الدراري في طيارة. ولد الهدى فالكتاب